اهلا وسهلا، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير، كلشي لاباس. كما كتشوفوا من العنوان راني قلت لكم بان اليوم عندي هميزات ولا مشتريات، لقيت شي مشتريات صراحه لي زوينين وفي المتناول ديال الجميع. بحال هذه اللي كتشوفوا دابا، هذه راه واحد البوله كنقول لهم ديال برا، ديال لاطيراس ديال برا، ولا ممكن ديروها حتى في الداخل. وهي عرفتي غيش حتى وعجبتني، حيت فيها داك الشيء مغربي نيت اورينتاليش، وشريتها من تادي وثمن رخيص صراحه، ب20 اورو، ما غالياش. وفيها داك الجاج بحال داك الشكل ديال المغرب القديم، الخضر والحمار، عرفتي جات تراوعا نيت، زعما داك الشيء مغربي ماشي. ولقيت غير وحده، كانت غير وحده، وانا فاش نلقى بحال هاد الهميزات هادو راه ما كنتراجعش، غير كنشوفها كنهزها حيت تنعرف الا جلست نفكر ولا. المهم راه غادي تمشي هكا، داير الشكل ديالها. وراني درتها برا في لاتيراس، شي نهار غادي نشعلها وغادي نوريكم كي دايره. غير ما يدير فيها لواحد البوله ولا يدير فيها لواحد الشميعه على حسب داكشي اللي عندكم، وراها كبيره. وهادو عاوتاني شريتهم للتراس، هادو بولات هما ديال الجاج، وراني باش عجبوني فيهم اللوينات كاملين وزويونين، كيعطيو ديكور للتراس. وبالنسبه حتى لشي عيد الميلاد ولا هكا، انا درتهم دابا نوريهم لكم حتى هما فاش كيشعلو، درتهم يبقاو ليا ديما في التراس، وخدامين بزولار ماشي بالبريز ولا بزولار، تندير الشمس راكم عارفين تايا خطو غير إضاءة للشمس. غير ما شريتهم بجوج ولقيتهم تا هما في البنات اللي بغاو يشريوهم، هنا كاينين في روس مار وثمن مناسب 9 الأورو الوحدة، فيها 10 البولات باللوينات وزويون، وعندها داك الكابلي ديالها طويل، وعندها هادو بغيتي ديروهم في الأرض ولا بغيتي ديروهم تعلقوهم في شي بلاصة أخرى، داكشي باش دارو لهادوك الرجيلات. وكما قلت لكم راه زوين والثمن مناسب، بحال هذا الشيء قليل فين كيلقاه الواحد، وانا اون فوا كنلقاه راه كان انا عاد تنصوبهم برا في لا تيراس، كنشوف كي غادي ندير لهم. وكما قلت لكم راهم بزولار، هذا الشيء اللي زوين فيهم. وهنايا شريت عاوتاني واحد ديكور فيه 3 ديال الشتاندا بحال ديال الشمع، و حتى هو لي زويون، هادشي كيعجبني، هادشي ديال الإضاءة زوين بزاف، تيعطي واحد الديكور زوين حتى للدار. وحتى هادو هاد المحل ما نعرف المحل ما كثيرش في ألمانيا، كيقولولو سيكا، ما كيكونوش ديما. وهادو شريتهم كانوا في التخفيض، وشريتهم ب 19 الأورو 3، انتوما هاكا هاكا دايرين فيهم. هادو هاد الجاج هذا وفيهم دوك الميطار، غادي نعاود دابا انا كنركبهم وغادي نوريكم كي دايره كي داير هادشي. وكيما قلت لكم انا هادشي ديال الاناره راه كيعجبني بزاف، وخصوصا اذا كان داكشي شويه كيما كنقول لكم تقليدي اورينتالي، فيه ديك البصمه المغربيه داكشي اللي كاين. وهانتوما غتشوفوا وانا غادي نركبهم، راهم ساهلين في التركيب ديالهم، عندهم رجل فاش تنحطوهم، وكندير فيهم واحد الشميعه. وانا غادي نخليكم حتى نسالي ونوريكم الشكل كي كيكون.